السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نوتخشين اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي من كتاب منهال النشاط العلمي. اذا غادي نشوفوا الدرس ديال اعضاء تناسلية لحيوان بايود. اذا لي زورغان سيكسييل دو فوبير دو في بار بلوتو دو في بار. اذا دائما في الدرس الثاني ديال توالد الحيوانات لا ريبروديكسيون دي زانيمو غادي نشوفوا اعضاء تناسليه لحيوان بايود لي زورغان سيكسييل دو في بار. دونك الهدفان من هذا الدرس هذا هو احدد اعضاء الجهاز التناسلي لحيوانات بايود الشائعه واتعرف ادوار الاعضاء التناسليه لدى حيوانات بايود. اذا اوبجيكتيف ريكونيتر لي زورغان سيكسييل دانيمو اوفيبار فاميلي اي لو رول دي زورغان اسونسييل دون لا ريبرودكسيون. اذا نمر الى الاحظ ولا جوبسير نحاولوا نقراو الملاحظه ديالنا ونحاولوا نطرحوا السؤال ديالنا ديال التقصي. لاحظت سعاد في ضيعة جدها تزاوج الدجاج فأثار ذلك فضولها وتساءلت كثيرا قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذا شنو هو السؤال اللي ممكن طرح سعاد في هذه الحالة؟ إذا السؤال حاول نكتبه لكم هنايا. ما هي أعضاء الجهاز التناسلي لحيوانات بيوضة وما دورها؟ إذا الفرضيات كجواب على هذا السؤال: يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومضراق. أما الجهاز التناسلي للديك فيتكون من خصية وقناة منوية ومضراق. إذا حاولنا نجاوب على الجهاز التناسلي لحيوانات بيضة خدينا المثال ديال الديك ودجاجة. إذا كل واحد الدور ديالو غادي نحاولوا نجاوبوا عليه إن شاء الله من خلال الخلاصة ديال الدرس. إذا نمر دابا لأتحقق ولا جو فيغيفي نحاولو نشوفو. ولاحظ قالك رسم جهازي توالد الدجاجة وديك بعد تشريحهما وأعبرو شفهيا. إذا هذا ديك وهذه الدجاجة، هو رمز الذكر هو هذا ورمز الأنثى هو هذا. إذا هادو هي الخصية، عندنا قناة منوية هادو، وهذا مضراق. مضراق بالنسبة عند الديك وعند الدجاجة ولا عندهم بجوج. إذا هناك اما تلاحظوا هذا المبيض، هذه قناة مبيضية، هذا رحم، إذا وهذا مضراق. قالك أضع مفتاح للرسمين لأتعرف أعضاء توالد الدجاج، هو هذا. حاولنا نديرو المفتاح. استئصال المبيض يؤدي إلى عدم إنتاج البويضات، أما استئصال الخصية فينتج عنه غياب حيوانات منوية. وحدد دور المبيض، إذا شنو هو الدور ديال المبيض هنا؟ ينتج المبيض البويضات، وحدد دور الخصية تنتج الحيوانات المنوية، تنتج الخصية الحيوانات المنوية. إذا نمر إلى استخلص. يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومضراق. أما الجهاز التناسلي للديك فيتكون من خصية وقناة منوية ومضراق. ينتج المبيض البويضات، أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية. إذا أعيد: يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومضراق. أما الجهاز التناسلي للديك فيتكون من خصية وقناة منوية ومضراق. ينتج المبيض البويضات، أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية. إذا نمر بالفرنسية نقرأ: L'appareil génital de la poule est constitué d'ovaires, d'utérus, de canal conducteur et d'un cloaque. Celui de coq est formé de testicules, de canal conducteur et d'un cloaque. Les ovules sont produits par les ovaires et les spermatozoïdes dans les testicules. Je répète, Oïd.
L'appareil génital de la poule est constitué d'ovaires, d'utérus, de canal conducteur et d'un cloaque. Celui du coq est formé de testicules, de canal conducteur et d'un cloaque. Les ovules sont produits par les ovaires et les spermatozoïdes dans les testicules. نمر إلى أطبق. إذا قال لك J'observe les schémas ci-contre et j'écris chaque numéro dans la case qui convient. إذا كما تلاحظوا هذه schéma simplifiée de l'appareil reproducteur de grenouilles mâles et femelles. إذا هادو الأجهزة التناسلية ديال الضفدع والضفدعة، إذا الذكر والأنثى، إذا هذا الذكر وهذه الأنثى، والرمز ديال الذكر ها هو الرمز ديال الأنثى، إذا كل رقم غادي نديروه في بلاصتو، حنا رقم 6 ماذا يمثل؟ هذا الجهاز التناسلي قلنا للذكر، 6 ماذا يمثل؟ يمثل أنتم سترى يشير لهاد القنوات اللي كاينين هنايا، إذا هي القناة المنوية، وهي سبرميدوكت هي قناة منوية، إذا هو رقم 6، شناهي هي هذه؟ هذه هي الخصية، رقم 3 هي تيستيكول، إذا نديرو تيستيكول في رقم 3. شنو بقى لينا رقم 5 اللي عندهم مشروك بجوج شنو هو؟ هو كلواك والمضرق، اذا كلواك والمضرق. بالنسبه للقناه ولا الجهاز التناسلي عند الانثى هو هذا، اذا رقم 1 ماذا يمثل؟ يمثل اذا المبيض اوفر. رقم 2 هي القناه مبيضية، إذا شنو سميتها قناة مبيضية؟ هو أوفيدوكت، أوفيدوكت هي رقم 2. رقم 4 كما تلاحظوا اللي هو هنايا هو الرحم، إذا هو أوتيروس رقم 4. ورقم 5 اللي عندهم مشروك بجوج قلنا هو المضراق، هو كلوواك. إذا نمر إلى السؤال الثاني، يتم الإخصاب عند الضفدع خارج جسم الأنثى عكس الدجاج، اكتب صحيح أو خطأ في الخانة. صحيح، الضفدع لاحظنا بأن يتم الإخصاب عنده خارج الأنثى، يعني هي تتحط البيض هو شنو جيدير؟ تيرش عليهم السائل المنوي ديالو. إذا صحيح. بالنسبة للسؤال 3، للكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر، إذا دائما كنقولوا للكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر، سنهضروا على حيوان بايود. يقوم الباحث بعملية تسمى ماذا؟ تسمى عملية التشريح، إذا عملية التشريح يقوم بها الباحث من أجل الكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر. إذا هذا هو الدرس ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. إذا نشوفوا بعد مبيض هي أوفاغ، رحم أوتيروس، قناة منوية سبرميدوكت، مضراق كلواك، خصية تيستيكول، قناة مبيضية أوفيدوكت. إذا هذا هو الدرس ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء، لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد اللي عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.